السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالى كيف حالكم أصدقاء؟ أتمنى أن تكونوا بتمام الصحة العافية. اليوم عدت لكم بفيديو جديد بالحلقة الأولى من لعبة جي تي أي سان أندرياس والسلسلة الجديدة إن شاء الله. حسنا، لقد انهينا لعبة بولي البارحة، كانت الحلقة الأخيرة. نعم، كما تتذكرون كانت لقد قمنا بالقضاء على جاري سميث وتم طرده من المدرسة، واليوم سوف ندخل إلى سلسلة جديدة والتي هي جي تي اي سان اندرياس، محبوبة الجماهير واللعبة رقم واحد في تاريخ الألعاب. نعم، الكل لعبها ومعظمكم قام بتختيمها 100%. حسنا، اليوم سوف نقوم بعمل تختيم لها، وبسم الله كما ترون لقد وصلنا إلى لوس سانتوس. ستكون في هذه الحلقة هذه المهمة فقط، المهمة الأولى، و بسم الله. حسنا، بعد جي تي اي سان اندرياس ربما جي تي اي فاي سيتي العالم. حسنا، كما ترون هذه بداية فقط، لا نريد ان نرى ماذا يوجد بعد جي تي اي سان اندرياس. فقط علينا ان نبقى نرى احداث اللعبة، نعم، ونكملها، وبعدها سوف نقوم بلعب ربما لعبة اخرى على العالم. حاليا انا سوف ابقى العب جي تي اي سان اندرياس، وسوف احاول تغيير الالعاب، لانه كما ترون في الفترة الاخيرة قمت فقط بتحميل لعبة بولي 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 بولي، والعديد منكم قال لي لماذا بولي، علي تغيير، لذلك اريد التغيير كما ترون. حصلنا هذه الكارتين الأولى للعبة كما ترون، والتي هي عودة سي جي من ليبرتي سيتي ووصوله إلى لوس سانتوس بالقرب من منزل أمه والقبض عليه من طرف الشرطة. حسنا، كما ترون قد بدأت أول كارتين، بسم الله. هاي حسنا، كما ترون نحن تم القبض علينا من طرف الشرطة وأخذ المال الخاص بنا من طرف تيمبيني وبولاسكي وهرنانديز. حسنا، الكل كلكم يعلم أحداث اللعبة أين جرت، و من هي عصابة سي جي. طبعا جروف ستريت أضخم عصابة في تاريخ ألعاب جي تي أي بالطبع، العصابة التي لم تزول حتى في جي تي أي 5 موجودة، لكن للأسف بدون سي جي وبدون سويت وبدون أو جي لوك وبيك سموك الذين ماتوا في لعبة جي تي أي سان أندرياس، بدون العديد والعديد من اللاعبين. جي تي اي 5 لم تتكلم ولو بكاتسين صغير عن سي جي او ماذا حدث له، بل اكتفت شركة روك ستار بوضع شركة بالاس بوضع شركة بالاس نعم في منطقة الجروف ستريت، واخراج عصابة الجروف ستريت من منطقتهم الى المنطقة بالجوار من الجروف ستريت، وهذا ما نراه في طور اللعبة وبالتحديد في مهمة فرانكلين وتريفر عندما يذهبون إلى بالاس. حسنا، اليوم سوف نبدأ أول مهمة كما ترون، ها هو سي جي، وبسم الله. حسنا، كما ترون هذه أول مهمة إن شاء الله من حلقتنا اليوم، والدراجة السحرية كما ترون سوف أختار هذا وسوف ننطلق. كما ترون نحن بالدراجة، لدينا 350 دولار فقط، هذا ما بقي لنا من المال الذي أخذه تيمبيني وبوليسكي وهيرنانديز. من الأول، لماذا؟ حسنا، سوف نكمل طريقنا كما قلت لكم. جي تي اي سان اندرياس تدور أحداثه في سنة 1992، عندما يعود كارل جونسون بعد غياب دام 5 سنين، ويكتشف بأن أمه توفيت، فيعود مسرعا إلى لوس سانتوس ليحضر جنازتها، لكنه يكون متأخر قليلا عن الجنازة. حسنا، هذه أول مهمة إن شاء الله، بسم الله. حسنا، كما قلت لكم لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وترك تعليق تظهر رأيك فيه. العديد منكم طلب مني لعبة جي تي اي سان اندرياس، فلا تبخلوا منا عنا بالاشتراك وضغط زر لايك وترك تعليق، يحفزنا طبعا، وشاركوا هذا المقطع نعم، لأنكم ما ترون 22 مشترك قليلة وقليلة جدا، لقد نزلت 65 فيديو ربما في مدة شهرين ولم أتلقى أي دعم، أو دعم كبير جدا إلا من طريق نصور 1231 3 1 3 2. أريد أن أشكره وأشكر كل مشتركيه، لكن للأسف قناتي ما زالت فيها الدعم، فهي قليلة الدعم كثيرا، وتحتاج
إلى بناء كبير، على الأقل علي أن أصل إلى ربما إلى 100 فيديو لتكون انطلاقة قوية وقوية جدا إن شاء الله في اليوتيوب. وهذه أول مهمة كما ترون، ها هو بيج سموك، وهذه أول مهمة. حسنا، كما ترون سي جي حزين جدا بسبب وفاة أمه، وهو يعلم بأن عصابة البالاس هي التي قتلت أمه، ولكن لا يعلم بأن بيك سموك خائن، وخائن كبير للأسف. شركة روكيت ستار ربما كانت لتبرمج بيك سموك صديق وليس خائن، لكن للأسف سلسلة طويلة. نعم، وكما تعلمون سلسلة طويلة جدا، 100 مهمة، وعند إدخال بيك سموك كانت ستكون المهمات كثيرة، لذلك تعمدت إبعاد بيج سموك من المهام الأخرى، وذلك لتجنب الكثير من المهمات، لأنه كما تعلمون لعبة جي تي اي سان أندرياس هي أطول سلسلة في لعبة روك ستار، من ألعاب روك ستار 100 مهمة كما تعلمون. وربما الآن ريد ديد ريدمشن لا أعلم جيدا، لكن دعونا نرى هذا كاتشين. حسنا، كما ترون هو رايدر وسويت وكيندل في المقبرة. أوه، لقد ذهبت كيندل. أنا دائما آسف. نعم، أنا أتذكر هذه كاتسين جيدا جيدا. كيندل هنا تسب سويت. نعم، أوه شيت، هي بيجان. كما تعلمون سي جي لقد قام بقتل أخيه براين بالخطأ. نعم، سي جي قام بقتل أخيه بالخطأ، وهذا ما جعل سويت يحمل سي جي كل المسؤولية، لأنه بعد موت براين ورحيل سي جي لمدة 5 سنين، أصبحت جرو ستريت من العصابة القوية التي تحتوي على أعضاء أقوياء جدا مثل الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، إلى عصابة ضعيفة جدا بعد موتهم. وهذا ما جعل سويت وبيج سموك آسف بيج سموك ورايدر يخونان العصابة وينضمان إلى بالاس، وذلك بتجسس على سويت. وعند قتل الأم سي جي، نعم كانوا يتعمدون قتل سويت، لكنهم قاموا بقتل أم سي جي للأسف. حسنا، سيأتون بالاس، ها هم قادمون، ها هو سويت أمامنا. و إيه، حسنا، ها هي عصابة الجرو ستريت، وهي الفينيود، علينا سبقهم قليلا. كما ترون أنا أتذكر جيدا هذه المهمة، لم يلمسوني. جيد جيد جيد. حسنا، ما هذا؟ جيد، ربما وصلنا إلى هذا المكان، وهنا سوف تبدأ كاتشين أخرى، لا أعلم. جيد، هنا، تبا لك يا سويت، لقد أخطأت بسببك. عصابة البالاس تتبع سويت، أخ سي جي. الآن علينا تتبع رايدر. نعم، أعلم ذلك. تشيك بوينت سيف، لقد حدث تشيك بوينت سيف في هذا المكان كما ترون. أتمنى أن تكون سلسلة بوليا قد أعجبتكم. نعم، لقد تعبت عليها رغم قلة. نعم، كما ترون قلة الإمكانيات. نعم، قلة الإمكانيات. أنا حاليا أقوم بتختيم لعبة جي تي أي سان أندرياس، وربما سوف أقوم بلعب ربما كول أوف ديوتي الخاصة بالموبايل. ها هو رايدر أمامنا، تقدم يا رايدر قليلا. شكرا لك. حسنا، جيد، قفزنا من هنا. ها هو رايدر، ها هم البالاس،
ها هم البالاس وراءنا. جيد جيد جيد، أسرع يا سي جي. جيد يا سي جي جيد، اذهب يا رايدر، اذهب يا رايدر. جيد، لم يقوموا بإصابتنا. الهيرث الخاص بنا نزل قليلا فقط، لكن الآن علينا الإسراع. أوه، أين هو رايدر؟ هيا 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 هيا، علينا الإسراع الآن. جيد، لقد ذهبوا للاتجاه الآخر. الآن يمكننا الذهاب من دون أي عناء، ولقد وصلنا وأنهينا أول مهمة في هذه السلسلة وأول حلقة، والحمد لله. أشوي. حسنا، لقد انهينا أول مهمة من هذه الحلقة. نعم، أول حلقة وليست أول مهمة. جيد، هيا هيا هيا، أسرع قليلا فقط. حسنا، إلى هنا ينتهي لقائي بكم. إذا أعجبتكم الحلقة فلا تنسوا دعمنا بضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وترك تعليق. وبيس.